عثمان بن سعود. انا الحقيقه بسطت واتمنى انه لو فاز النصر بكره، انا اقول لو فاز، مش معناته اني اتمنى فوز النصر، بالعكس الاتحاد ايضا يستاهل، لكن لو فاز اتمنى ان تصريحات ابو خالد تكون بنفس الروح الرياضيه هذه، انه الهلال فريق ايضا كبير، فريق عملاق، بطل اسيا مرشح بصفه كبيره ويكون زعيم القادم الاسيوي او فريق القادم في اسيا، مثل هل هالتصريحات اول شيء هي واقعيه. انت قاعد تتكلم عن فريق صغير وتنفخ فيه من باب الدعايه ومن باب هذا، انت بتتكلم واقع وحقيقه لما تقول له فريق كبير، اتحاد فريق كبير، الهلال فريق كبير. ثانيا انت بتخفف من هالحزه، يعني بتعطي المباراه طابع جميل، يعني كلها يفوز يستاهل.